مرحبا، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. اليوم أحبائي في عنا مجموعة من التمارين كتير مفيدة، فحضروا الورقة والقلم وعا تروحوا لمطرح. أما هلأ فرح نتوقف مع أغنية الحلقة. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزات. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. جاهزين؟ هلأ رح نبدأ مع قراءة نص القنفذ وأصدقاء الغابة. أكيد صرتوا شاطرين وبتعرفوا تقروا كتير منيح. هلأ رح نقرأ بسرعة. القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته إلى أين هو متوجه؟ فأجابها القنفذ إلى الغابة القريبة، ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة، فطمأنها قائلاً لها ألا تخاف، فهو يملك أشواكاً تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب، فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء، وعلقت ورقة على صدره كتب عليها احذر الأشواك. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد، وهكذا عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات. هلأ مننتقل للتمرين التالي. القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته إلى أين هو متوجه، فأجابها القنفذ إلى الغابة القريبة، ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة،
فطمأنها قائلا لها ألا تخاف، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ، اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها احذر الأشواك، فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد. وهكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. جاهزين للتمارين؟ هلأ رح ذكركم بكتابة حرف الفاء والقاف بأول الكلمة، بوسطها وبآخرها. لاحظوا الفاء إذا كانت بأول كلمة بتمد إيدها للي بعدها، بالوسط بتمد إيديها اتنيناتن، وبالآخر ممكن تمسك اللي قبلها أو تقعد لوحدها مستقلة. كذلك الأمر لمين؟ لحرف القاف. القاف بالأول ممكن كمان تمد إيدها للي بعدها، أو بالوسط بتمد إيديها اتنيناتن للي قبلها واللي بعدها، وبالآخر ممكن تمد إيدها للي قبلها بس أو تقعد مستقلة وحدها. نبدأ مع أول كلمة. شوفوا على الشاشة شو شايفين؟ قفص. كيف منكتب الفاء بقفص؟ قفص وين عم نسمع حرف الفاء؟ بالوسط، يعني تمد يدها لمن هو قبلها وبعدها، هيك قفص بهالشكل قفص. طلعوا على الشاشة شو شايفين؟ فيل. فيل، الفاء بفيل، مد ايدها للي بعدها. فيل يعني بأي شكل؟ بالشكل الأول، مش مثل قفص، بالشكل الثاني. ثالث كلمة، طلعوا على الشاشة. خروف. خروف، كيف مكتوب الفاء بخروف؟ بأول شكل، بالثاني، بالثالث، أو بالأخير؟ بالأخير يعني لوحدها قاعدة مرتاحة مستقلة. خروف، مش ماسكة ايد حدا قبلها. لطيف. ليكو هالإنسان على الشاشة شو لطيف. لطيف يعني كتير منيح. لطيف، الفاء بأي صورة مكتوبة؟ طلعوا، واحدة اتنين تلاتة، لأنه بالآخر وماسكة ايد اللي قبلها. لطيف، مد ايدها للي قبلها. هلا في عنا كلمة بقرة، شايفينها على الشاشة؟ بقرة. كيف نكتب القاف في بقرة؟ القاف جاية بالوسط، يعني مد ايديها اتنيناتن. القاف
بقرة يعني أي شكل؟ الشكل الثاني. وهلأ شوفوا على الشاشة شو شايفين؟ ضفدعة. ضفدعة تنق يعني عندها صوت منسميه النقيق. نقيق الضفدعة. نقيق فيها اثنين قاف. أول قاف نقيق، شو عاملة؟ مادة إيديها اثنيناتهم لتمسك النون تمسك الياء، نقيق. وبالآخر القاف مادة إيدها للياء، نقيق. إذن أخذت شكلين من القاف، الشكل الثاني والشكل الثالث. قلم، بشو نحن منكتب دايما؟ بالقلم. قلم، كيف منكتب القاف بقلم؟ هينا كتير بأول الكلمة بنكتبها وبتمد إيدها للي بعدها. فاروق، شوفوا على الشاشة فاروق، شفتوه؟ محضر منيح، رايح على المدرسة فاروق. فاروق، القاف في فاروق قاعدة مستقلة يعني بالشكل الرابع. فاروق. تابعوا معي بهالتمرين اكملوا مستعينا بالكلمات الآتية. اكملوا مستعينا بالكلمات الآتية. في عندي كلمات كتبتون وانتو بتكون تكفوا الجملة، وين في فراغ من نعبيهم بالكلمات الموجودة قدامنا. أول كلمة بتقول ملون. ملون في عدة ألوان. تاني وحدة عرفن كالتاج. عرفن كالتاج. مين عنده عرف كالتاج فوق راسه؟ تتذكروا؟ فكروا منيح. طويل. طويل. يلا. أنا الطاووس. أنا الطاووس. فوق رأسي. شو في فوق رأسي؟ مين بتذكر؟ الطاووس شو عنده فوق راسه؟ فوق رأسي طويل. لا، كيف فوق رأسي طويل؟ فوق رأسي ملون. كمان غلط. فوق رأسي عرف كالتاج. أكيد ذكرتوها هالحزورة. فوق رأسي عرف كالتاج. ريشي. كيف بيكون ريشه للطاووس؟ تذكروا منيح. من عدة ألوان أو من لون واحد؟ ريشي مثل القوس قزح. شو يعني القوس قزح؟ أي متى منشوفه؟ منشوفه بالسما لما تكون الدنيا عم بتشتي وفجأة بتشمس، بصير في شتي مع شمس. منشوفه بالسما ملون مختلف الألوان، من أحمر إلى أصفر إلى أخضر إلى برتقالي إلى آخره. إذن منكفي. أنا الطاووس، فوق رأسي عرف كالتاج، ريشي ملون أو طويل كقوس قزح؟ أكيد ملون. ريشي ملون كقوس قزح. ذيلي، كيف بيكون ذيله للطاووس؟ أكيد طويل. ذيلي طويل. ذكرتوها للحزورة، نرجع نقريها سوا. أنا الطاووس، فوق رأسي عرف كالتاج، ريشي ملون كقوس قزح، ذيلي طويل. شوفوا هالتمرين شو بقول. وألفوا جملة. بدي منكم تألفوا جملة. منشو فيها فعل حفر أو قفز. حفر،
شو يعني حفرة؟ مين بيحفر؟ مين لما يروح مع رفقاته وعم يلعب بالتراب بيحفر؟ أو إذا كان على شاطئ البحر بالرمل بيحفر وبيبني قصر، مين؟ أنا بقول حفرة. رامي حفرة في الرملة، صح؟ وانتو ألف جملة مثل ما بدكم. أنا نقيت هاي حفرة. رامي حفرة يعني جورة، جورة حفرة في الرملة، حفر حفرة جورة يعني بالرمل. قفز، من يقفز؟ انتو نقوا اللي بدكم، انا بنقي الارنب. فيكم تنقوا كمان القرد. اذا قلت عن الارنب قفز الارنب فرحا، شو يعني فرحا؟ سعيدا، لانه كان مبسوط. قفز الارنب فرحا لانه كان مبسوط. حفر، من عيد الجمله، حفر رامي حفره في الرمل. قفز، قفز الارنب فرحا. رح نتابع من بعد هالفاصل. قفص، عصفور، تاج، زرافة. جاهزين للتمرين الثالث؟ فكروا معي، في عندي مجموعة من الكلمات وانتو بدكم ترتبوها لتألفوا جملة مفيدة. أرتب الكلمات إذن لأحصل على جمل مفيدة، مجموعة أولى ومجموعة ثانية. المجموعة الأولى، تأكل، شو يعني تأكل؟ عم تعمل فعل، فعل الأكل. أوراق، أوراق، إذا حدا عم ياكل الأوراق. زرافة، زرافة الحيوان ذات اللي عنده عنق طويل، زرافة اسمه. الأشجار، الحديقة في. إذا عندي فعل تأكله، الأوراق، أوراق شو؟ أكيد أوراق شجر. زرافة، الأشجار، الحديقة في. يلا فكروا معي، شو بنبدأ الجملة؟ بشو؟ بفعل. وين في فعل هون؟ تأكلوا، تأكلوا. مين عم ياكل؟ وشو عم ياكل برأيكم؟ تأكلوا الأشجار، أوراقة. لا لا لا، في شي غلط. تأكلوا مين؟ الزرافة. هيك نشوف، تأكل الزرافة الأشجار، تأكل الزرافة الأشجار. تأكل الشجرة كلها؟ لا، شو بتأكل؟ الأوراق يلي بالأشجار. فكروا معي، تأكل الزرافة شو؟ أوراق الأشجار، لأن الأشجار في عندها ورق. تأكل الزرافة أوراق الأشجار أين؟ وين؟ في الحديقة. اكتبوا معي، تأكل، تأكل
زرافة. ماذا؟ أوراق. أوراق. الأشجار أين؟ في الحديقة. في الحديقة. تأكل إذن الزرافة أوراق الأشجار في الحديقة. تاني مجموعة. نبح. نبح. مين اللي بينبح؟ النباح. صوت مين؟ الكلب. الكلب ينبح يعني بعوي. نبح قويا، طلع قوي صوته. نباحا، النباح هو صوت الكلب لما بده يعوي، منقول الكلب ينبح. فاروق. فاروق اسم انسان. كلب، كلمة كلب بالآخر. بشو منبدأ؟ ب نباحا. نباحا. نباحا فاروق. لا لا، في شي غلط. انا بقول بشو منبدأ لكم؟ بنبح. نبح. مين اللي نبح؟ نبح كلبه، لأنه الكلب ينبح. نبح كلبه من؟ كلبه فاروق. كيف كان نباحه؟ قويا. نبح كلبه فاروق نباحا قويا. اكتبوها معي. نبح كلب فاروق نباحا قويا. نبح كلب فاروق نباحا قويا. إذن الجملتين اللي ألفناها شو هي؟ تأكل الزرافة أوراق الأشجار في الحديقة. الجملة الثانية، نبح كلب فاروق نباحا قويا. تعبتوا أو منتابع؟ منتابع يا شاطرين. أحول الجمل الإسمية إلى فعلية. ذكروني تشوف شو يعني جملة فعلية؟ جملة فعلية يعني تبدأ بفعل. وشو يعني جملة اسمية؟ جملة اسمية أي تبدأ باسم. فكروا معي تشوف. أحول الجملة الاسمية إلى فعلية. أول جملة بتقول سامي رسم قنفذا. سامي رسم قنفذا. وين في عندي فعل هون بهالجملة؟ وين في عندي؟ رسم. إذن تحول هالجملة الإسمية هاي إلى فعلية، بدي أبدأ بفعل. بكتب رسم من؟ سامي. رسم سامي ماذا؟ قنفذا. رسم سامي قنفذا. تاني جملة، عصفور ملون يطير فوق حديقتنا. وين في فعل هون؟ عصفور ملون يطير فوق حديقتنا. وين في عند فعل؟ يطير طبعا. يطير. إذن ببدأ بيطير. تنشوف يطير عصفور ملون فوق حديقتنا. أو كمان فيني أقول يطير عصفور ملون
أو لا يطير فوق حديقتنا عصفور ملون. بس الأفضل قول يطير عصفور ملون فوق حديقتنا. اكتبوها معي، يطير عصفور ملون فوق حديقتنا. وهالتمرين أؤلف كلمتين من الأحرف الآتية: فاء، قاف، لام، وخاء. فيني استعملهم كلهم وفيني استعمل ثلاثة منهم. من خلقنا؟ مين خلقنا؟ الله. ثلاث أحرف: خاء، لام، وقاف. خلق، منقول الله خلقنا. وشو كمان فيني ألف من فاء، قاف، لام، وخاء؟ شو؟ قفل، القفل، صح؟ صح، بكتب قفل. شو يعني قفل؟ قفل بماذا نقفل الباب؟ منقفله بالمفتاح، في عنده قفل الباب لحتى نسكره بالمفتاح. إذن الكلمتين هن خلق وقفل، فعل خلق وقفل هو اسم. وبدي أطلب منكم إنه ما تنسوا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، وأنا بودعكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزة. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات.